بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 13. اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف قال الإمام حق رحمه الله تعالى وقوله تعالى عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تعالى تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته فتعلمه سميا. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فبعد هذا استمرار من الشيخ رحمه الله في سياق الآيات التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل وفيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والطريقة المستقرة من القرآن الكريم في الإثبات والنفي أن الإثبات جاء مفصلا في القرآن الكريم، إثبات الصفات جاء مفصلا، وأما النفي فهو في الغالب يأتي مجملا مثل هذه الآيات التي سمعتم هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال. هذا نفي مجمل ينفي عن الله كل ما لا يليق به، فلا يقال ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، وإنما يقال ليس كمثله شيء، نفي مجمل ليس كمثله شيء. فلا تجعلوا لله أندادا ولم يكن له كفوا أحد. ولا حاجة إلى التفصيل في النفي لأن التفصيل قد يكون فيه تنقص. فلو قلت لواحد من الناس أنت لست بجاهل وأنت لست بمخبل وأنت لست بمجنون وأنت لست بزبال ولا حجام ولا ضحك منك، وهذا تنقص يعني. لكن لو قلت أنت ما مثلك أحد كفى هذا عن التفاصيل. هذا بالنسبة، فإذا كان هذا بالنسبة للمخلوق يعد النفي المجمل أكمل من النفي المفصل، فإنه في حق الخالق سبحانه وتعالى من باب أولى. ولهذا جاء في القرآن مجملا. هذه هي القاعدة في النفي والإثبات في صفات الله عز وجل، إثبات مفصل لأن الإثبات المفصل فيه كمال. وإذا تعددت الصفات الكاملة والأسماء الحسنى فهذا يدل على عظمة المتصف بها والمتسمي بها. نعم. فقوله عن إبليس لعنه الله أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لما ذكر الله القصة التي وقعت عند خلق آدم وإسجاد الملائكة له وأن إبليس حسده وتكبر وعصى أمر ربه، فترتب عن ذلك أن الله لعنه وأبعده من رحمته. عند ذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يريد الانتقام، يريد الانتقام من آدم ومن ذريته بأن يزين لهم المعاصي والكفر ويقودهم إلى النار. وهذا ابتلاء وامتحان من الله، ولكن الله جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين
من كيد هذا العدو. لهذا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهو مع حرصه على إغواء بني آدم وإهلاكهم إلا أن الله يحفظ عباده المؤمنين منه ومن إغوائه ومن كيده، وإنما يتسلط على الكفار وعلى أعداء الله وأعداء رسله عقوبة لهم. الحمد لله أن الله سبحانه حمى عباده المؤمنين من هذا العدو ولم يجعل له تسلطا إلا على أوليائه وأتباعه من الكفار والمشركين. وهذا عدل منه سبحانه وتعالى وجزاء منه سبحانه لهؤلاء. وقوله فبعزتك، هذا حلف أقسم إبليس بعزة الله، فهذا يدل على أن إبليس يؤمن بربه ويؤمن بصفاته وأنه عزيز سبحانه وتعالى، ولكنه عصى الله عز وجل في عبادته وامتثال أمره، وإلا فهو يقر بتوحيد الربوبية. وكذلك أتباعه من المشركين والكفار يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم يكفرون بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. فإبليس وأتباعه مقرون بتوحيد الربوبية. هذا الذي يدندن عليه كثير من المنتسبين للإسلام، يقولون إن من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهو الموحد، هذا باطل، بل هذا أقر به إبليس وأقر به أتباعه من المشركين ولم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم امتنعوا من توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وعبدوا مع الله غيره وخالفوا أمره، فلا ينفع الإقرار بتوحيد الربوبية مع الكفر بتوحيد الألوهية. قوله فبعزتك، الباء حرف قسر، والعزة معناها القوة والغلبة. الله يوصف لأنه عزيز يعني قوي منيع سبحانه وتعالى. العزيز اسمه والعزة صفته، وهو رب العزة يعني صاحب العزة الموصوف بالعزة. العزة في اللغة القوة والغلبة، يقال عز يعني قوية، عز يعز بضم العين، وعز يعز بكسر العين، وعز يعز بفتحها. وكل لفظة لها معنى خاص. فعز يعز يعني غلب غيره وقهره، فالله عز يعز بمعنى أنه غلب خلقه وقهرهم ونفذ فيهم أمره سبحانه وتعالى. ومنه قول الخصم لداود وعزني في الخطاب يعني غلب علي، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني تغلب علي. فعز يعز معناها غلب يغلب. الله غالب سبحانه وتعالى، غالب على أمره سبحانه وتعالى. إذا أراد شيء فإن أحدا لا يمنعه مما أراد سبحانه وتعالى، لا راد لما قضى ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. فهو يغلب غيره سبحانه وتعالى، يعزه بمعنى يغلبه على مراده سبحانه وتعالى. وأما عز يعز فمعناه القوي الذي يمتنع من أذى غيره، يمتنع، فلا أحد ينال الله سبحانه وتعالى بأذى أو يتغلب على الله سبحانه وتعالى. فعز يعز معناها أنه امتنع من غيره، فلا لأحد عليه قوة ولا تسلط. عز يعز فهو ممتنع في نفسه عن غيره، لا أحد يغالبه، لا أحد يغالب الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يغلب على أمر الله
الكوني القدري بل هو الغالب سبحانه وتعالى وغيره مغلوب. وأما عز يعز فمعناها قوية في نفسه، ومنه الأرض العزاز، الأرض العزاز معناها الأرض الصلبة القوية، وهذه أدنى المراتب، أعلاها عز يعز بمعنى غلب غيره يغلبه، والثاني عز يعز بمعنى امتنع من غيره فلا يتسلط عليه أحد. وأما عز يعز فهذه أدناها، يعني قوية في نفسه فقط. والثابت لله سبحانه وتعالى من هذه المعاني الثلاثة كلها، كل هذه المعاني، فهو قوي في نفسه سبحانه وتعالى، قاهر لغيره ولا يقهره أحد سبحانه وتعالى. فكل المعاني ثابتة لله عز وجل، معنى العز كلها ثابتة لله الثلاثة. فهذه الآية فيها إثبات العزة لله عز وجل، وهي صفة من صفات كماله، فهو العزيز وهو رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال فبعزتك، أضافها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوفها. وفي هذه الآية أيضا جواز الحلف بصفات الله عز وجل، جواز الحلف بصفات الله عز وجل، لأن صفاته سبحانه وتعالى تابعة لذاته غير مخلوقة. فالله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو الخالق، وأما غيره فهو مخلوق، والمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. فيجوز أن يحلف الإنسان بعزة الله وبعظمة الله وبحياة الله وقدرة الله وبكلام الله، كل الصفات صفات الله عز وجل يجوز الحلف بها، لأن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى. وإبليس أقسم بعزة الله وهي صفة من صفاته، وذكر الله ذلك في كتابه العزيز القوي الذي يمتنع من أذى غيره، يمتنع، فلا أحد ينال الله سبحانه وتعالى بأذى أو يتغلب على الله سبحانه وتعالى. فعز يعز معناها أنه امتنع من غيره، فلا لأحد عليه قوة ولا تسلط. عز يعز فهو ممتنع في نفسه عن غيره، لا أحد يغالبه، لا أحد يغالب الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يغلب على أمر الله الكوني القدري، بل هو الغالب سبحانه وتعالى وغيره مغلوب. وأما عز يعز فمعناها قوي في نفسه، ومنه الأرض العزاز، الأرض العزاز معناها الأرض الصلبة القوية، وهذه أدنى المراتب، أعلاها عز يعز بمعنى غلب غيره يغلبه، والثاني عز يعز بمعنى امتنع من غيره فلا يتسلط عليه أحد. وأما عز يعز فهذه أدناها، يعني قوية في نفسه فقط. والثابت لله سبحانه وتعالى من هذه المعاني الثلاثة كلها، كل هذه المعاني، فهو قوي في نفسه سبحانه وتعالى، قاهر لغيره ولا يقهره أحد سبحانه وتعالى. فكل المعاني ثابتة لله عز وجل، معنى العز كلها ثابتة لله الثلاثة. فهذه الآية فيها إثبات العزة لله عز وجل، وهي صفة من صفات كماله، فهو العزيز وهو رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال فبعزتك، أضافها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوفها. في هذه الآية أيضا جواز الحلف بصفات الله عز وجل، جواز الحلف بصفات الله عز وجل، لأن صفاته سبحانه وتعالى تابعة لذاته غير مخلوقة.
فالله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو الخالق، وأما غيره فهو مخلوق، والمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. فيجوز أن يحلف الإنسان بعزة الله وبعظمة الله وبحياة الله وقدرة الله وبكلام الله، كل الصفات صفات الله عز وجل يجوز الحلف بها، لأن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى. وإبليس أقسم بعزة الله وهي صفة من صفاته، وذكر الله ذلك في كتابه العزيز. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه. استعاذ بكلمات الله التامات، والعياذ إنما يكون بالله أو بصفة من صفاته. أما العياذ بالمخلوق فهو شرك أكبر، ولا يجوز أن تعوذ بمخلوق. فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات لأنها صفاته. يجوز الاستعاذة بصفات الله: أعوذ بعزة الله وعظمته من غضبه وعقابه ومن شر عباده، هذا جائز. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، يجوز الاستعاذة بصفات الله، ويجوز الحلف بها أيضا، لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذه آخر آية من سورة الرحمن. تبارك، البركة معناها ثبوت النمى والزيادة والخير، ثبوت النمى والزيادة والخير. والبركة المضافة إلى الله قسمان: القسم الأول فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، البركة التي هي فعل الله عز وجل، والفعل منها بارك يبارك، تقول بارك الله فيك. قال تعالى: تبارك الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. هذه البركة فعل من أفعال الله، باركنا حولها أي أنزلنا البركة حول المسجد الأقصى، فهي بلاد مباركة. ومنه قول عيسى عليه الصلاة والسلام: أباد يجعلها مباركة تحل فيها البركة. وأما القسم الثاني فهو صفة من صفاته، بركة صفة من صفاته، والفعل من هذا النوع تبارك، تبارك تفاعل. فالبركة التي هي صفة من صفاته الفعل منها تبارك، فهو تبارك جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، ولا يطلق هذا الفعل إلا عليه، ما يجوز أن تقول لمخلوق تبارك. ولهذا يغلط بعض العوام، يقولون: تعال تبارك علينا، زرنا تبارك علينا، هذا خطأ كبير. هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أما النوع الأول وهو بارك، فهذا يجوز أن يقال بارك له، يعني ادع له بالبركة، بارك لفلان، فلان متزوج بارك له، يعني ادع له بالبركة، بارك له غير تبارك، تبارك عليه، تبارك علينا، هذا حرام. أما بارك له هذا جائز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة. ففرق بين بارك وبين تبارك. تبارك لا يطلق إلا على الله جل وعلا، لفظة خاصة، وهي فعل ماضي لا يأتي منها فعل مضارع أبدا، فعل ماضي فقط. تبارك تكررت في القرآن: تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده،
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ودائما يأتي بعدها فعل من أفعال الله العظيمة كإنزال القرآن، كذلك مدح الله بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أفعال عظيمة لله سبحانه وتعالى. المقصود أن البركة على نوعين، النوع الأول فعل من أفعال الله، والفعل منها بارك يبارك، وهذا يجوز إطلاقه على المخلوق، تقول بارك عليه بمعنى ادع له بالبركة، أو برك عليه يعني ادع له بالبركة. أما تبارك هذه صفة من صفات الله لا تطلق إلا عليه، فلا يقال تبارك علينا يا فلان هذا الشيء تبارك، هذا حرام، لا يجوز تقول هذا الشيء تبارك، لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك، أي تعاظم وجل اسم ربك، أي جميع أسمائه، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فقوله اسم ربك أي كل أسماء الله سبحانه وتعالى، فهي أسماء مباركة لا تذكر على شيء إلا وتطرد عنه الشيطان وتحل فيه البركة، ولهذا تشرع التسمية لطلب البركة من الله على الطعام، فإذا أراد الإنسان أن يبدأ بالأكل أو بالشراب فإنه يبدأ باسم الله لأجل أن يتبارك، أن يبارك الله له، لأجل أن يبارك الله له في هذا الطعام وهذا الشراب، ولأجل أن يطرد عنه الشيطان، فلو لم يسمي الإنسان شاركه فيه الشيطان ونزعت منه البركة، ففيه آفتان، عدم ذكر اسم الله على الطعام والشراب فيه آفتان، الآفة الأولى أنه تنزع منه البركة، الآفة الثانية أنه يشارك فيه الشيطان. فإذا قلت بسم الله ابتداء الطعام والشراب حصلت البركة وانطرد الشيطان، فاسم الله جل وعلا مبارك لا يذكر على شيء إلا نزلت البركة وابتعد عنه شيطان، فيذكر اسم الله على الذبيحة، ويذكر اسم الله على الطعام والشراب، يذكر اسم الله عند دخول البيت، يذكر اسم الله عند الخروج من البيت لطلب الرزق، يذكر اسم الله في كل مناسبة كريمة من أجل طلب البركة من الله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك، فلا يذكر على شيء مع نية صالحة وحضور قلب إلا وحلت فيه البركة، وما ترك على شيء إلا حل فيه الفشل وحضره الشيطان. واسم ربك أي جميع أسمائه سبحانه وتعالى. ذي الجلال والإكرام صفة للاسم، صفة للرب المضاف إليه، وصفة المجرور مجرور، ذي الجلال ذي مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الخمسة التي تجر بالياء وتنصب بالألف وترفع بالواو نيابة عن الحركات، الأسماء الخمسة معروفة أو الستة على خلاف، فذي من الأسماء الخمسة تعرب بالحروف بدل الحركات، ولهذا لما جاءت مرفوعة في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بالواو لأنه نعت والوجه مرفوع، ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، فهناك ذو وصف لوجه الله، وهنا ذي وصف لرب الذي هو علامة جره الكسرة، ربي ورب مضاف، والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه، وذي الجلال ذي نعت لرب، ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. والإكرام
ذي الجلال الجلال العظمة، والكبرياء والإكرام مصدر أكرم يكرم إكراما، أي الذي يكرم عباده، الإكرام أي الذي يكرم عباده وينعم عليهم، فهو صاحب الإكرام سبحانه وتعالى. وكل ما بالعباد من نعمة فإنه من كرم، وكل من دفع عنهم من نقمة فإن ذلك من كرمه سبحانه وتعالى. وقيل الإكرام أي الذي يكرمه عباده ويعظموه ويجلوه، فالإكرام هنا له معنيان، قيل معناه الذي يكرم عباده، وقيل معناه الذي يكرمه عباده، ولا مانع أن يكون المعنيان مرادين في الآية والله أعلم. الشاهد من هذه الآية أن فيها إثبات البركة لله التي هي صفة من صفاته، وإطلاق الفعل عليه ولا يطلق على غيره تبارك. ثانيا فيها إثبات الاسم لله عز وجل، وفيها إثبات الجلال والإكرام لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن كل أسمائه وصفاته فإنها مباركة وجليلة ومكرمة ومعظمة. نعم. قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا حكاية عن كلام الملائكة، وما الملائكة تقول وما نتنزل إلا بأمر ربك. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ألا تأتينا، يطلب منه الزيارة، فأنزل الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، فالملائكة لا تنزل لا جبريل ولا غيره إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وإذنه له. وما نتنزل إلا بأمر رب، له ما بقينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته. إذا كانت هذه صفاته فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إذا كانت الملائكة لا تنزل إلا بأمره، وكان هو رب السماوات والأرض، وكان محيطا بكل شيء علما ولا ينسى سبحانه وتعالى شيئا، وما كان ربك نسيا، إذا كان كذلك متصفا بهذه الصفات العظيمة فإنه هو المستحق للعبادة، ومن ليس كذلك فإنه لا يستحق العبادة. فاعبده هذا أمر بالعبادة، واصطبر لعبادته. العبادة في اللغة التذلل والخضوع، تذلل والخضوع هذا معناها في اللغة، ولهذا يقال طريق معبد، يعني ذللته الأقدام بوطئها عليه، طريق معبد يعني مذلل مسهل مطروق، وطئته الأقدام وأذلته فلم يكن فيه مرتفعات، بل هو طريق واطي مذلل معبد، هذا في اللغة. أما في الشرع فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب، ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فالعبادة كلها تدور على غاية الحب مع غاية الذل، فليس كل من ذللت له تكون عابدا له، فقد تذل لجبار وتذل لظالم لكنك لا تحبه، تذل له من أجل الخوف فقط، فلا يسمى هذا عبادة. وقد تحب شخصا حبا شديدا لكنك لا تذل له، أن تحب زوجتك حبا شديدا، تحب أولادك حبا شديدا، هل هذا يسمى عبادة؟ لا، لأنه ليس معه ذل. إنما العبادة ما اجتمع فيه الأمران، غاية الذل مع غاية الحب. ويقولون العبادة لها ثلاثة أركان، الذل والحب، أربعة أركان، الذل والحب والخوف والرجاء،
الذل والحب والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة، إذا اجتمعت صارت عبادة، وإن نقصت واحدا من هذه الأربعة لم تكن عبادة. ولهذا يقولون من عبد الله بالحب فقط فهو صوفي. الصوفية يقولون نحن لا نعبده لأننا نخاف من عذابه أو نطمع في ثوابه، وإنما نعبده لأننا نحبه، هذه ليست عبادة. ما دام ما فيه خوف رجاء ما فيه عبادة. الله جل وعلا وصف رسله بأنهم يخافون منه، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وصفهم بالخوف. وكذلك الرجاء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول إنهم كانوا، يعني في زكريا وأهل بيته، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء وهم أكمل الخلق عبادة جمعوا بين الخوف والرجاء مع المحبة لله عز وجل. فالذي يقول أنا أعبده بالمحبة فقط هذا ضال، وليس عابدا لله، بل يعبد الله لمحبته ولخوفه ولرجائه. فمن عبده بالمحبة فقط فهو صوفي ضال، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجي، طريقة المرجئة، ومن عبده بالخوف فقط فهو خارجي، خوارج الوعيدية والمعتزلة الذين غلبوا جانب الخوف وليس عندهم رجاء. أما من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو الموحد المتبع للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد عرف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العبادة بتعريف جامع مانع، فقال العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا يشمل جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، التي على الجوارح والتي على اللسان والتي على القلب، الظاهرة والخفية يشملها هذا التعريف الجامع المانع. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وكل ما يرضاه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلب، كالخوف والخشية والرجاء والرغبة والرهبة، هذه في القلوب ما يعلمها إلا الله، والحب لا يعلمها إلا الله. والظاهرة مثل الصلاة والزكاة والجهاد وصلة الأرحام وتلاوة القرآن، هذه عبادة ظاهرة ترى ولا تسمع. فكل ما يحبه الله ويرضاه، أما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فإنه ليس عبادة له، وإن زعم صاحبه أنه يتقرب به إلى الله، كالبدع والمحدثات فإن أصحابها يزعمون أنها عبادة وأنهم يتقربون بها إلى الله، لكن الله لا يرضاها ولا يحبها، فهي ليست عبادة لله عز وجل وإن زعم أصحابها أنها عبادة. ولهذا جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، وإن تكلف فيه وأتعب نفسه فيه وحسنت نيته أيضا، وقصده حسن، قصده التقرب إلى الله، لكن نقول ما دام إن ما شرعه الله فالله لا يرضى إلا ما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لم يشرعه الله فإن الله لا يرضاه ولا يحبه، فأرح نفسك منه، لا تكلف نفسك، ليس لك فيه أجر بل عليك الإثم، إثم المبتدع. هذه هي العبادة، فاعبده يعني أخلص له العبادة ولا تعبد غيره، واصطبر لعبادته، اصطبر لعبادته بمعنى اثبت على عبادته واستمر عليها، لأن العبادة فيها مشقة تحتاج إلى صبر. بعض الناس قد يجتهد في العبادة يوم ولا يومين ولا سنة، ثم بعد ذلك يمل ويترك العبادة ويرجع للمعاصي، يرجع لترك الواجبات إلى التقصير، هذا ما صبر. العبادة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى استمرار إلى الموت. قال تعالى لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فليس لعمل المؤمن غاية دون الموت، ما دام أنه حي
فإنه مكلف بالعبادة، وهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات واستمرار، تحمل للمشقة والمكاره التي تصيب الإنسان في العبادة، لأن العاقبة حميدة. وهناك من الضلال من يزعم أنه يعبد الله إلى أن يصل إلى حد يصير من خاصة الخاصة فتسقط عنه التكاليف، كما يقوله ولاة الصوفية. ولاة الصوفية يزعمون أنهم إذا بلغوا حده لهم شياطينهم أنهم تسقط عنهم التكاليف، لأنهم وصلوا بزعمهم إلى الله، فليسوا بحاجة إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى حج ولا إلى عبادة، لأنهم وصلوا، يقولون وصلوا. هذا ضلال وكفر بالله عز وجل، لأن الله قال لنبيه وهو أكمل الخلق عبادة لله وأعرف الخلق بالله عز وجل، قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فلا ليس لعمل المسلم غاية ولا نهاية إلا بالموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أما ما دام على الحياة فإن عمله متواصل ومطلوب، لا يترك منه شيئا. هذه هي العبادة الصحيحة المستمرة إلى الوفاة. أما من يعبد الله في بعض الطريق كحال بعض الصوفية أو ولاة الصوفية، ثم يقول أنا وصلت وعرفت، يسمونه العارف بالله، ولا يحتاج يصلي ولا يصوم، إنما هذا شأن العوام اللي ما بعد وصلوا، فهذا كفر وضلال وإضلال من الشيطان لعنه الله لهؤلاء. واصطبر لعبادته، لم يقل اعبده فقط، بل قال واصطبر، يعني اصبر، لا تضجر، لا تمل، لا تكسل، واصطبر لعبادته. ثم قال هل تعلم له سميا؟ هل هذا استفهام معناه النفي، أي لا تعلم، لا تعلم سميا لله، بمعنى مشابها لله في أسمائه وصفاته، يستحق اسمه على الحقيقة. فلا يستحق اسم الله على الحقيقة إلا الله جل وعلا، فليس لله شبيه يساميه، وليس له مشابه يشابهه، وما دام كذلك فإنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وليس معنى الآية هل تعلم له سميا، ليس معناها كما قال بعضهم هل تعلم أحدا يسمى باسمه، هذا ليس صحيح. يسمى بأسماء الله بعض المخلوقين، يقال رؤوف، رحيم، عليم، بشروه بغلام عليم، بشروه بغلام حليم، ملك، فيسمى باسمه بعض المخلوقين، لكن هذا لا يشابه اسم الله جل وعلا، وإن بهاه في اللفظ لكن لا يشابهه في الحقيقة والكيفية. فليس المراد أنه لا أحد يتسمى باسم الله، قد يتسمى بعض الخلق بذلك ويوصف بعض الخلق بصفات الله، لكن المعنى مختلف والكيفية مختلفة. فأسماء الله وصفاته خاصة به لائقة بجلاله، وأسماء المخلوقين خاصة بهم لائقة بضعفهم وخلقهم. فالمعنى هل تعلم له سميا، أي تعلم له شبيها ومماثلا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثل اسمه على الحقيقة، لا أحد. وما دام الأمر كذلك فإنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ففي هذه الآية وجوب عبادة الله عز وجل، وأنها دائمة إلى الممات، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى مداومة. وفيها نفي السمي عن الله عز وجل، أي الشبيه والمثيل. وفيها دليل على أن من عبد غير الله فقد جعله سميا لله ومثيلا لله، كما يأتي في قوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن عبد غير الله فقد أشبه لله سميا، وأشبه له وأثبت له مثيلا وشبيها، حيث جعل له قسما من العبادة، فإنه قد شبهه بالله عز وجل، وهذا باطل وكفر بالله عز وجل. نعم. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، كذلك هذه مثل قوله هل تعلم له
سميا لم يكن له كفوا أي مكافئا ومماثلا. الكف هو المثيل والشبيه، فليس لله مثيل ولا شبيه كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا أحد يشابه الله عز وجل في أسمائه وصفاته، في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، لا أحد يشابه الله عز وجل، لأنه لو شابهه لكان كفؤا أي مكافئا لله عز وجل. فهذا نفي للكفء وهو الشبيه والنظير والمثيل، وهو نفي مجمل، مثل قوله هل تعلم له سميا، نفي مجمل. نعم. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقول سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر سبحانه وتعالى انفراده بالربوبية، وهو أنه خلق الناس وخلق السماوات والأرض وجعلها لمصالح الناس، الأرض فراش والسماء بنا يعني سقف، البنا معناه السقف، وأنه أنزل من السماء أي من العلو ماء وهو المطر فأخرج به من الثمرات، كل الثمرات المتنوعة المختلفة على وجه الأرض أنواع وأشكال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مع أن الماء واحد والتربة واحدة، التربة واحدة وهي الأرض والماء واحد وهو المطر، ولكن النبات مختلف بحسب مصالح العباد، مختلف الطعوم، مختلف الأشكال، مختلف المنافع، منه ما هو غذاء ومنه ما هو فاكهة ومنه ما هو روائح طيبة ومنه ما هو دواء ومنه ما هو للبهائم، علف للبهائم، ومنه ما هو قوت للحشرات والمخلوقات الأخرى. فالله نوع ما أخرج من الأرض، هذا يدل على قدرة الله، إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، كم فيها من أصناف النباتات، كم فيها من أصناف الأقوات والفواكه والرياحين، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، نعم، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، أخرج به أي بهذا المطر من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فإذا كان الأمر كذلك وأنه هو المنفرد، أنتم تعلمون أن الله هو المنفرد بهذه الأشياء، أن أصنامكم لم تخلقكم ولم تخلق نفسها، وأن أصنامكم لم تخلق السماوات ولم تخلق الأرض، وأن أصنامكم لم تنزل المطر، وأن أصنامكم لم تنبت الثمرات. ما دمتم تعلمون هذا فإنه يجب عليكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن أصنامكم لم تخلق السماوات ولم تخلق الأرض، وأن أصنامكم لم تنزل المطر، وأن أصنامكم لم تنبت الثمرات. ما دمتم تعلمون هذا فإنه يجب عليكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تتركوا عبادة هذه الأصنام، فلا تجعلوا لله أندادا أي شبها ونبراء تعبدونهم مع الله عز وجل وهم عاجزون مثلكم أو أقل منكم، جمادات ليس فيها حياة ولا روح، صور، تماثيل، أشجار، أحجار، أو ناس مثلكم أو أضعف منكم. ومن العجيب أنه ينحت الصنم هو بنفسه ويصنعه بنفسه ثم يعبده، وهو الذي يعني صوره، هو اللي نحته بيده، وهو اللي بناه إن كان مبني، ومع هذا يعبده. والصنم هذا لم يصنع نفسه، حتى ما صنع ولا نفسه، بل الذي صنعه هو عابده، ولا شك أن عابده أكمل منه، لأنه هو الذي صنعه وهو الذي بناه، فعابده أكمل منه وأقدر منه، مع هذا يعبد. هذا من انتكاس الفطر. فلا تجعلوا لله أندادا
وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شريك له في هذه الأفعال العظيمة، هذا إنكار على المشركين إلى يوم القيامة، المشركين الأولين والمشركين اللاحقين الذين اتخذوا من القبور والأضرحة معابد ومزارات يعبدونها من دون الله ويذبحون عندها وينذرون لها ويطوفون بها ويستغيثون بها، وهم يعلمون أن هؤلاء أموات غير أحياء عاجزون لا ليس لهم من الأمر شيء، هذا من انتكاس الفطر ومن تلاعب الشيطان بعقول بني آدم، هم يعلمون هذا ومع هذا خالفوا علمهم إلى جهل وضلال والعياذ بالله، فلم ينفعهم علمهم. فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركا وشبها ونظرا، وأنتم تعلمون أن الله لا ند له ولا شبيه له، وأنه المنفرد بهذه الأفعال لم يشاركه أحد. فهذه الآية فيها البرهان العقلي النقلي على أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن عبادة ما سواه باطلة. نعم. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ لله أندادا، فقوله فلا تجعلوا لله أندادا هذا نفي مجرم، لا تجعلوا لله أندادا بحال من الأحوال، فالله جل وعلا لا ند له أبدا، نفيا تاما مجملا ما فيه استثناء، ليس له أنداد سبحانه وتعالى. نعم. يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، هذا دليل التوحيد مثل ما سبق في أول السورة أن الله هو المنفرد بهذه الأفعال العظيمة في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، تعاقب هذا وهذا دائما وأبدا، يروح هذا ويأتي هذا، يتعاقبان ويتقارضان، يطول هذا ويقصر هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل صيفا وشتاء، هذا من آيات الله، لا يتغير هذا التدبير ولا يتخلف ولا يوم، مضبوط متزن لا يختل أبدا بتقدير الله سبحانه وتعالى، لو كان هذا من فعل المخلوقين لتغير واختل وفني وتلاشى. الآن المخلوق يصنع الآن أكبر الآلات وأضخم الآلات الهائلة، لكن ما تلبث سنين إلا وهي محترقة وفانية ولا لا، وقد يعتريها عارض سريع فتختل ولا تشتغل، تحتاج إلى إصلاح وتمكث أيام أو شهور أو سنين وهي معطلة. أما خلق الله فهو مستمر لا يتعطل ولا يتغير ولا يتبدل، متقن منظم، اختلاف الليل والنهار والفلك التي يعني السفن، الماء اللي لو تضع عليه خردل أو حبة من التراب غاصت، ويجي الفلك الذي يحمل البضائع ويحمل الأثقال ويحمل الناس يمشي على ظهر الماء، من الذي حمله؟ هذا تسخير الله سبحانه وتعالى لأجل مصالح العباد. أنت لو مثلا تدخل في البحر فإنك تغرق، ولو كنت ماهرا في السباحة تجيك الأمواج ويجيك تغرق، فأما الفلك فإنه يمشي المحيطات ويعبر المحيطات بقدرة الله سبحانه وتعالى، محمل بأثقل الحمولة لأجل مصالح العباد، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخر لكم الأنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وهو المطر، مما السماء جو يابس ومع هذا ينزل منه ماء بهذه الغزارة وهذا المقدار العظيم حتى تغرق البلاد وتمشي الأودية الكبار من هذا السحاب الرقيق الذي يحملها الماء، ولا ينزل في أي مكان وإنما ينزل بحسب تقدير العزيز العليم، يخبس عن محل وينزل في محل، الله هو الذي يسوقه سبحانه وتعالى ويدبر السحاب المسخر بين السماء والأرض
هذه عجائب من عجائب خلقه سبحانه وتعالى. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الأرض يابسة ميتة ما فيها شيء محترقة، فإذا نزل عليها الماء نبتت وخضرت وأثمرت. منين طلع النبات؟ منين طلع البذر؟ وهي أخذت سنين وهي قاحلة ما فيها شيء. هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. وأحيانا ينزل المطر بغزارة ولا تنبت الأرض، لأن الله لم يأمرها بالنبات. ما بنزول المطر يكفي للنبات، بل لا بد من أمر الله يأمرها بالإنبات فتنبت. أحيانا ينزل مطر الغزير ولا تنبت الأرض، لأن الله لم يأمرها بالنبات. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. دواب التي تمشي على الأرض مختلفة لا يعلم أجناسها إلا الله سبحانه وتعالى. وبث فيها من كل دابة. وتصريف الرياح، تصريف الرياح تأتي من هنا ومن هنا، أحيانا من الشرق أحيانا من الجنوب أحيانا من الشمال. لو لم يكن هناك مدبر لا صارت الريح، لو كانت الطبيعة كما يقولون صارت الريح دائما من جهة واحدة لا تتغير ولا تقف، ولكن لها مدبر أحيانا يأمرها وأحيانا يمسكها وأحيانا يصرفها من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب، أحيانا يجعلها رحمة وأحيانا يجعلها عذابا. لها مصرف، تصريف الرياح. والسحاب المسخر، سحاب اللي ينشأ ويتجمع ويفرغ فيه الماء أو يتكون الماء منه تلقح بالرياح ثم يأمره الله فيمطر ويأمره الله فيسير ويأمره الله فيتمزق ويتشتت، كله هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. السحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون، لهم عقول تتأمل وتتدبر تدرك أن هذا الخالق هو الذي يستحق العبادة. هل أحد غير الله دبر شيئا من هذه الأمور؟ ما أحد يدعي هذا، حتى الكفار، الكفار والمشركون ما يدعون أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر السحاب، لكن يقولون نجعلها وسائط بيننا وبين الله، شفعة فقط. يقولون نحن لا نصل إلى الله ولكن نجعل هذه وسائط بيننا وبين الله، هذا زعمهم. ولهم ما ادعوا لها أنها تخلق وأنها ترزق أبدا، حجتهم أنهم شفعاء وأنهم وسائط يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم وسيلة يتوسلون بها إلى الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أن الله هو الذي دبر هذه الأشياء وخلقها، إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. ثم قال بعدها الآية التي ساقها المصنف: ومن الناس من مع هذه الأمور الواضحة والبراهين القاطعة، من الناس من خالف هذه الفطرة وخالف هذه الأدلة والبراهين فاتخذ من دون الله أندادا، جعل لله شبها ونظرا يعبدهم من دون الله ويحبهم، يحبهم لأي شيء، يحبهم لأنهم خلقوه، لأنهم من أعطوه، لأنهم أصحوا جسمه، لأنهم شفوه من المرض. ما هو السبب الذي اقتضى محبته؟ لا شيء. ومع هذا يحبونهم كحب الله. ومن الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شبها ونظرا من الأصنام ومن الأضرحة والموتى ومن الأشجار والأحجار، يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأصنام وهذه المعبودات كما يحبون الله. من الأضرحة والموتى ومن الأشجار والأحجار، يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأصنام وهذه المعبودات كما يحبون الله، فيشركون في المحبة، يشركون مع الله في المحبة. وعرفنا أن المحبة أعظم ركائز العبادة، فهم يحبون هذه الأصنام ويشركون مع الله، فيحبونها محبة تساوي محبتهم لله. هذا هو المعنى الصحيح للآية، فدل على أن المشركين يحبون الله ولكنهم يحبون معه غيره، فلذلك صاروا مشركين. ليس معناه أن المشركين لا يحبون الله،
بل هم يحبون الله، لكن لما كانت محبتهم مشتركة صارت محبة باطلة، لأن الواجب إفراد الله بالمحبة وحده لا شريك له، لأنه هو المنفرد بالخلق والإنعام والتدبير، فهو المستحق للمحبة وحده لا يشرك معه فيها أحد. لكن هؤلاء المشركون خالفوا الفطر والعقول فاتخذوا أندادا شركوهم مع الله في المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن المؤمنين أحبوا الله محبة خالصة، وهؤلاء أحبوا الله محبة مشتركة، فصارت محبتهم لله ناقصة، ومحبة المؤمنين لله كاملة، لأنها محبة خالصة وهي محبة العبادة. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن المشركين وإن أحبوا الله فإنهم لم يخلصوا في المحبة، أما المؤمنون فإنهم أحبوا الله وأخلصوا له في المحبة. فالشاهد في قوله من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد معناها الشفعاء والنظراء، كما في الآية التي في أول السورة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا يخلق هذه الأشياء ولا يدبر هذا التدبير إلا الله. كذلك هنا لا يدبر هذه الأمور التي ذكرها في الآية التي قبل هذه الآية إلا الله. ومع هذا ألغى بعض الناس عقولهم، الله جل وعلا قال لآيات لقوم يعقلون، فلا ينتفع بهذه الآيات إلا العقلاء الذين استعملوا عقولهم استعمالا صحيحا دلهم على الله سبحانه وتعالى وعبدوه حق عبادته، هؤلاء هم العقلاء. أما الذين عبدوا مع الله غيره وأحبوا مع الله غيره فإنهم غير عقلاء، بل ألغوا عقوله. وليس معناه أنهم مجانين ليس لهم عقول، لا، هم لهم عقول لكن لم يستعملوها الاستعمال الصحيح، فكانوا محرومين من فائدة العقول، محرومين منها وإن كانت موجودة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، ما وجه الدلالة على جواز الحلف بالصفة من خصوص هذه الآية: فبيع الصفة لأولينا أجمعين والذي قد حلف هو إبليس، فكيف يستدل بفعل إبليس على حكم شرعي؟ هذا كلام الله ما هو كلام إبليس، هذا كلام الله، والله حكى هذا حكاية عن إبليس وأقر هذا، أنه أكد أنه سيغوي بني آدم، أكد ذلك بالقسم بعزة الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يحلف بالمصحف بصيغته أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم؟ أقسم بالله العظيم هذا ما فيش، طيب، وأقسم بكتابه الكريم الذي هو القرآن، ما في شيء، هذا طيب، لأن كتاب الله هو القرآن الذي هو كلامه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تسمية الأبناء باسم مبارك أو مبروك؟ وهل يجوز أن تحيي رجلا فتقول عنه فلان بركة أو بركتنا أو حصلت لنا البركة بقدومك؟ كل هذا لا بأس به، يسمى مبارك يسمى مبروك لا بأس بذلك، بالتفاؤل، من باب التفاؤل، مثل صالح يسمى صالح من باب التفاؤل، فالح، كل هذا من أسماء من التفاؤل، مبارك مبروك فالح مفلح، هذه أسماء فيها تفاؤل ورجاء من الله سبحانه وتعالى. فلان يعني جاء لا بأس بذلك، هذا من باب التفاؤل، إنما الممنوع فلان يتبارك علينا أو تبارك علينا، تبارك هذا هو الممنوع، لا يطلق تبارك إلا على الله فقط. أما فلان مبارك أو فلان يبارك لفلان بمعنى يدعو له بالبركة أو يبرك له، ما يخالف، كل هذا استعمال صحيح. نعم.
جارتنا البركة ما يخالف تفاؤل. أين فضيلة الشيخ؟ البركة ومبارك كل هذا لا بس. نعم فضيلة الشيخ، قلتم إن تبارك فعل ماضي لا تطلق إلا على الله، ونحن نقول إذا أقرت الأنفاق تباركت الرحمة، أي مباركة لهم بها؟ هذا غلط، هذا غلط، لا تقولون تباركت الرحمة، قل اللهم اجعله مباركا، اللهم غيثا مباركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولون تبارك المطر أو تباركت الرحمة هذا من عندكم، هذا كلام من عندكم غير صحيح. نعم فضيلة الشيخ، قلتم إن النهي في القرآن يكون مجمالا، فما تقولون في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وآيات وفي والدي والشريف والصاحبة؟ إيه نعم، النفي في الغالب يكون مجملا، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، أحيانا يأتي مفصلا إذا اقتضى الأمر واقتضت الحال أنه يأتي مفصل يأتي، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، في آخر سورة بني إسرائيل. يأتي أحيانا النفي مفصلا إذا كان المقام يقتضي التفصيل، لكن الغالب أنه يأتي مجملا. نعم برحمتك نستغيث. نعم يجوز، يجوز التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمنا، هذا استغاثة، يا أرحم الراحمين أغثنا، هذا استغاثة وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم فضيلة الشيخ، لكن ما يستغاث بالرحمة نفسها، يقال يا رحمة الله أغيثينا، يا ما تدعى الرحمة وتخاطب الرحمة والصفة، وإنما يخاطب الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ، هناك من يقول إن الله عز وجل أحسن ما خلق مثل والشمس والضحى، وعلى هذا يجوز للعبد أن يقسم بما خلق الله امتثالا بالله. يعني تبي تشبه بالله، اجعل نفسك شبيه لله، هذا من اتخاذ الند لله. الله أقسم بما شاء من خلقه، أنت لا يجوز لك أنك تقسم إلا بما شرع الله، والله شرع لك أنك تقسم بالله أو بصفة من صفاته، ونهاك أن تحلف بغير الله عز وجل، فأنت عبد مأمور، ما كل ما نسب إلى الله أنت تفعل، هذا خاص بالله عز وجل، الله جل وعلا يختص بما شاء، وأنت مأمور، ما لك تفعل إلا ما أمرت به، وأما ما نهيت عنه فإنك تتركه، وقد نهيت عن الحلف بغير الله، يجب عليك الامتثال. نعم فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الذل والخوف؟ الخوف هو توقع المكروه، أما الذل فهو التواضع، التواضع وعدم الكبر، الذل ضد الكبر، ذل له يعني خضع له، أما الخوف هو توقع المكروه، نعم توقع الأمر المخوف، الخوف من العذاب، الخوف من النار. نعم فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال الكافر في قوله تعالى ليس كمثله شيء مجاز؟ الكاف من كلام الله عز وجل، لا نقول فيها إلا أنها من كلام الله، والمفسرون المحققون منهم يقولون أنها جاءت للتأكيد، لتأكيد النفي، جاءت لتأكيد النفي، وعلى هذا ليست مجازا حقيقة. نعم لأن التأكيد من أساليب اللغة العربية. نعم فضيلة الشيخ، هل إذا دخل الديار والعبادة يعتبر شرك أكبر، وإذا دخل الديار في أثناء العبادة يعتبر شركا أصغر؟ الرياء الذي هو رياء المنافقين شرك أكبر، فإن المنافقين يعملون الأعمال في الظاهر وهم لا يؤمنون بالله في الباطن، وإنما يعملون الأعمال من أجل التغطية على الناس وغش الناس وخداع الناس، خادعون الله والذين آمنوا. فالرياء الذي هو من جنس رياء المنافقين ليس معه إيمان أصلا هذا شرك أكبر، أما الرياء الذي يصدر من المؤمن
فهذا شرك أصغر. هو مؤمن موحد لا يشرك بالله عز وجل، مؤمن بقلبه برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالله وبرسوله وبكتابه، لكن الإنسان بشر دخله شيء من حب الرياء والظهور، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر، يحبط هذا العمل فقط، يحبط هذا العمل الذي قارنه. أما بقية أعماله الصالحة فإنها لا تحبط بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو توضيح الاختلاف في نوع التوحيد، الربوبية والألوهية، فمنهم من يقول إن توحيد الربوبية ملزم لتوحيد الألوهية، والبعض يقول إن توحيد الألوهية ملزم لتوحيد الربوبية، فلا داعي لوجود نوعين من التوحيد، أرجو التوضيح مع الأدلة. يعني الأمر بيده، هو يقول لا داعي، يبي يلغي بعض أنواع التوحيد ويتصرف فيها، رب هواه الأمر، هذا الأمر لله عز وجل، وأنواع التوحيد إنما تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله، ما لنا دخل في إلغاء هذا أو إثبات هذا. أما العلاقة بين أنواع التوحيد كما قرر أهل العلم، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، هكذا يقولون، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية سواء أقر أو لم يقر، هذا لازم له. وأما توحيد الألوهية فإنه متضمن، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل في توحيد الألوهية، التضمن معناها الدخول، فمن أتى بتوحيد الألوهية فإنه يتضمن أن يدخل فيه توحيد الربوبية. نعم. أما أن نتصرف ونلغي هذا ونقول نكتفي بهذا، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.